بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعهم الله. أما بعد، بدأنا في شرح رسالة التوحيد للعارف بالله الشيخ أرسلان الدمشقي قدس الله سره ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين في المجلس السابق. واليوم نكمل ما وقفنا عليه. يقول رحمه الله: مستمدين بمدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفهم، إذا زاد إيمانك نقلت من حال إلى حال، وإذا زاد يقينك نقلت من مقام إلى مقام. إحنا عندنا حاجة اسمها الأحوال وعندنا حاجة اسمها المقامات. الأحوال لا تدوم، ليه؟ لأن جاي حتى من حالة، يعني تغير حالة، يحول يعني يتغير. فالحال، عشان كده الناس يقول لك إيه، أهل المنطق والفلسفة يقول لك إيه، دوام الحال من المحال. فهم؟ لأنه لو دام ما كان حال، مش كده برضو يفقد اسمه بقى، يبقى حاجة تانية بس من مقام مقام. يبقى الحال شيء يأتي عرض ويزول زي البرق كده، لمح برق وبعدين ينطفئ ويجي برق تاني وينطفئ. وكل ما يجي حال، ده حال جديد، حتى لو استمرت في حال معين فده أحوال متعددة متكررة ممد بها باستمرار، فتظن أنها واحد وهي متعددة. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده بيقول لك إن كلما زدت في الطاعات، في أعمال الطاعات، يعني أعمال الجوارح المتعلقة بالإيمان، الإيمان موشوعة كثيرة، تقوم تنتقل من حال إلى حال، ترتقي من حال إلى حال. لكن في اليقين، اليقين ده فيه استقرار، أما تتيقن بشيء معناه اطمأن قلبك له، يعني استقريت بقى. وعلى شكله يقول لك إيه، إذا زاد يقينك نقلت من مقام إلى مقام. فاليقين ينقلك في المقامات، والإيمان ينقلك في الأحوال. فهم؟ فتبدأ مؤمنا ثم تنتهي موقنا. فهمت بقى؟ فاليقين أرقى من الإيمان. اليقين أرقى، اليقين مع التحقق، والإيمان مع المقاصد. مش كده برضه؟ نيتك في عملك لله مقصد، يبقى الإيمان مقصد، نية مصحوبة بعمل، ده الإيمان. والنية المصحوبة بعمل وتتعدد عليك الأعمال وتتوالى وتتكرر، تبقى تتغير عليك الأحوال. فهمت بقى ازاي؟ فالإيمان ينقلك من حال إلى حال، حال مرة ذاكر ومرة صائم ومرة مصلي ومرة صادق ومرة ذاكر ومرة شاكر ومرة خائف ومرة راضي. فهمت ازاي؟ فبينقلك من حال إلى حال. أما اليقين ده ثمرة الأعمال بقى. اليقين ثمرة الأعمال، يبقى الأعمال ثمرة الإيمان واليقين ثمرة الأعمال. يبقى الأعمال ده شجرة ليها فروع كثيرة، عشان كده يقول لك شعب الإيمان. فهمت بقى؟ الإيمان شجرة لها فروع كثيرة، الفروع دي هي الأعمال. يبقى الإيمان ثمرته الأعمال. طب وثمرة الأعمال اليقين. فهمت بقى إزاي؟ واليقين فيه استقرار، يبقى تبدأ من أهل الأحوال وتنتهي إلى أهل الإيه؟ المقامات. ادي معنى كلام الشيخ، يعني معنى استمر في اعمال الايمان التي تقطف ثمره اعمالك فيها فتصير متيقنا. فالايمان يورث العمل، والعمل يورث اليقين. فهمت بقى؟ الاعمال يكون اثرها في القلب احوال، وثمرة الأعمال أثرها في القلب المقام. الشريعة
جعلت لك حتى تطلبه منه به تعالى لك. الشريعة أوامر، نواهي وأوامر وأحكام، يشير الشريعة. طيب الشريعة جعلت لك تكليفا حتى تطلبه منه به تعالى، حتى تعبده فتصل بفضله إليه، حتى تطلبه منه أي منه تشريعا ومددا وقوة وتوفيقا، تطلبه منه به تعالى لك، أي حتى تنتقل من التكليف إلى التشريف، يبقى لك هنا حتى تنتقل إلى مقام التشريف. طب إيه والحقيقة بقى؟ الحقيقة له سبحانه وتعالى حتى تطلبها به له عز وجل، حيث لا حين ولا أين. الحقيقة لا يطرأ عليها تغيير، الحقائق ثابتة لا يطرأ عليها تغيير. الشريعة بالنسبة للمكلف أحوالها متغير، وبالنسبة لصدورها من الله فهي لغير متغير. فالشريعة من جهة المكلف فهي أحكام تتغير، يطلب منك الصلاة، يطلب منك الصيام، يطلب منك الحج، يطلب منك الوضوء فإذا فقدت الماء تتيمم، يطلب منك أن تصلي قائما فإذا لم تستطع القيام تصلي قاعدا، وهكذا. فبتتغير أحكام الشريعة لتغير أحوال المكلف، أما الحقيقة واحدة لا تتغير. فهمت بقى؟ يبقى الشريعة تتغير بتغير أحوال المكلف، أما الحقيقة فهي لأنها له سبحانه وتعالى تعلقت به فلا تغير بقى. خد بالك أن الشريعة لها تعلقان، تعلق بالله وهي حكم الله القديم، وتعلق بالعبد وهي حادث يتغير. أما الحقيقة فليس لها تعلق إلا واحد، هي بالله بس ومن الله وفي الله. فالحقيقة لما كانت تعلقها بالله والله دائم باقي لا يتغير، فهي إيه؟ الحقيقة له سبحانه وتعالى حتى تطلبها به له عز وجل، حيث لا حين ولا أين. يعني لا حين ولا أين يعني لا مكان ولا زمان. الحين رمز الزمان والأين رمز المكان، يعني بلا قيد زمان ولا قيد مكان، يعني كان الله ولا شيء معه قبل خلق الزمان والمكان. طب وبعد خلق الزمان والمكان ما زال كان الله ولا شيء معه. فالحقيقة لم تتغير، الله هو هو سبحانه وتعالى قبل خلق الأماكن والأزمنة والمكين يعني الخلق، وبعد خلقه لم يطرأ عليه تغير، لأنه عندما خلق به سبحانه وتعالى وبتجليه في الأشياء فما ظهرت إلا به، فلا يوجد شيء معه بل كل شيء به. واضح؟ وأشكر يقول لك الحقيقة له سبحانه حتى تطلبها به له عز وجل. وأهل التصوف كانوا يقولوا زي سيدي المرسي أبو العباس مثلا رحمه الله ورضي الله عنه، من مشايخ من سلسلة مشايخ، كان يقول إيه؟ الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. فهمت بقى كلامه؟ هو نفس الكلام على فكرة. الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، يبقى عملك كله لله. والحقيقة أن تشهد. الإسلام شريعة، والإيمان طريقة، والإحسان حقيقة. فهمت بقى؟ وقال برضو الإسلام عبادة، والإيمان عبودية، والإحسان عبودة. كل دي معاني واحدة متقاربة، هي كل يعبر عنها بطريقتي لكن المعنى واحد. فالحقيقة واحدة وإشارات إليها متعددة لكن هي الحقيقة واحدة. فهم؟ فالشريعة حدود وجهات. الشريعة كده أحكام متعلقة بحركة الشمس، نعرف دخل وقت الظهر، وقت دخل العصر، دخل المغرب، جاء وقت رمضان من حركة إيه القمر والأهلة، دخل أشهر الحج، الزكاة وجبت ولا ما وجبتش بمرور 12 شهر على نصاب معين بقدر معين، فحدوده جهات. تيجي تصلي لابد أن تتوجه للقبلة،
يبقى الشريعة حدود وجهات، عارفين أولها من آخرها، فهمت إزاي؟ والحقيقة لا حد ولا جهة، فأينما تولوا فتم وجه الله حقيقة، فأينما تولوا فتم وجه الله حقيقة. طب فولي وجهك شطر المسجد الحرام شريعة، فهمت بقى؟ يبقى أمرك بالحقيقة وأمرك بالشريعة في القرآن، فهمت بقى إزاي؟ احرص على ما ينفعك شريعة، واستعن بالله ولا تعجز حقيقة، إياك نعبد شريعة، وإياك نستعين حقيقة. شفت بقى كلها يشير القرآن كله، فالحكاية ماشية كده عادي. القائم بالشريعة فقط تفضل عليه بالمجاهدة، القائم بالأحكام الشرعية يعني والطاعات والبعد عن المنهيات، ده بيجاهد نفسه، تفضل الله عليه بمجاهدة النفس والهوى، مش كده برضو؟ والقائم بالحقيقة تفضل عليه بالمنة، لأن لا يدرك الحقيقة واللب إلا بفضل الله لا بجهده، فهو فضل الله. أنت جهدك متعلق بالأعمال، لكن عشان تدرك ثمرة العمل ده، ده فضل الله بقى محض المنة. وزي ما قلت لك إن الحقيقة ثمرة العمل، مش كده برضه؟ طب الثمرة دي من فضل الله. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعون أو نحن الزارعون؟ أنت عليك تحرس شريعة، طبعا تجني الثمرة بقى اللي هو الزرع، ده فضل الله منا من الله، فهمت؟ عشان كده بيقول لك ايه، القائم بالشريعة فقط تفضل عليه بالمجاهدة، يعني أخذ الأسباب ومكابدة الأسباب، والقائم بالحقيقة تفضل عليه بالمنة، يجتبي إليه من يشاء، اكتباء هنا بالحقيقة، ويهدي إليه من ينيب بالشريعة، فهمت ازاي؟ كل ده موجود في القرآن. وشتان ما بين المجاهدة والمنة، طبعا شتان بين العمل وثمرة العمل، شتان بين العلم وخشية الله، إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. ثمرة العلم الخشية، طب لو تعلمت من غير خشية يبقى لم تؤت الثمرة، بل صار العلم حجاب. فالعمل كالعلم لابد أن تأتيه الثمرة وهي الحقيقة وهي المنة من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شتان ما بين المجاهدة لأنها منك، وبين المنة لأنه منه، وشتان ما كان منك وما كان منه، فما كان منك إليه يغلب عليه النقص، وما كان منه إليك يغلب عليه الكمال، كل يعمل على شاكلته، فهم؟ القائم مع المجاهدة موجود، طبعا القائم مع المجاهدة حاسس بوجود نفسه وقاعد بيجاهدها، فشاعر بوجود نفسه، تتثاقل أحيانا، تنشط أحيانا، تتعب أحيانا، تكل أحيانا، فشاعر بوجوده، فهم؟ فهو في مقام الفرق. والقائم مع المنة مع الحقيقة مفقود، لأنه صار بالله، انتقل من نفسه إليه فصار به بعدما كان بنفسه. والقائم مع المنة مفقود، خذني إليك مني وارزقني الفناء عني. سيدي إبراهيم الدسوقي قايل كده، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. شوف الدعوات، الدعوات بين بتشير إلى هذه المعنى، فهمت؟ الأعمال متعلقة بالشرع الشريف طبعا، لأن ما فيش عمل إلا لابد أن يكون موافقا للشرع الشريف، فلابد أن تكون متأدب بأداب الشرع الشريف ومتقيد بخيول الشرع الشريف. ما ينفعش تروح تصلي من غير وضوء، لازم الصلاة بوضوء. ما ينفعش تقول ما انا هصلي بقى نافله مطلق نافله يبقى ممكن اصلي من غير فتحه ومش حركه، هسجد بس سجده واحده، ما ينفعش.
لازم تتقيد بالصلاة صورة صلوا كما رأيتموني أصلي. عايز تصلي تطوع مطلق تطوع بس على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت مقيد بقيود. فهم؟ يبقى الأعمال متعلقة بالشرع الشريف أي بقيود الشرع الشريف، فالأعمال متعلقة بالجوارح، والتوكل متعلق بالإيمان. ده في القلب بقى، التوكل ده في القلب عبادة قلبية لها صورة في الجوارح وهي الأخذ بالأسباب، لكن عبادة قلبية معناها أن عدم النظر للسبب ولا الاعتماد على السبب، يعني تاخد بالسبب ومش معتمد على السبب، ده المتوكل. التوكل متعلق بالإيمان لأن المفروض الإيمان محله القلب، والقلب لابد أن يكون ليس ناظرا إلا للحق وليس للعمل، لا ينظر للعبادة بل ينظر للمعبود. وعشان كده التوكل متعلق بالإيمان. طب والتوحيد بقى؟ متعلق بالكشف الصحيح. التوحيد متعلق بالروح. يبقى الإيمان عبادة القلب والتوحيد عبادة الروح، والشريعة عبادة الأركان والجوارح. فتعبدك بكلك فصرت كلك له وبه وعليه وفيه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.